طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الواحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار. يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار بزمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن ما هي مصادر تمويل الأحزاب والمرشحين في الانتخابات المقبلة، في حملاتهم الانتخابية، وبعد تقريبا 4 أشهر تفصل العراقيين عن الانتخابات المزعومة في البلاد، طبعا في نسختها الرابعة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد. وينتظر منها، من هذه الانتخابات، أن تثمر عن حكومة وبرلمان جديدين ورئيس الجمهورية بلا صلاحيات، معروف بأنها وفقا لما نص عليه الدستور في العام 2005. طبعا تشارك في الانتخابات المقررة في مايو أيار وفقا لقاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات المسؤولة عن عملية الاقتراع وإعلان النتائج 206 حزب وكيانات سياسية كذلك، و27 تحالف انتخابي كبير، ويتوقع أن يبلغ عدد المرشحين في عموم العراق أكثر من 11,000، أكثر من 11,000 مرشحين للانتخابات القادمة. طبعا الرقم مرتفع عن انتخابات 2014 ب2000 مرشح، أكثر من 2000 مرشح عن الانتخابات الماضية في عام 2014. شارك بها في 2014 9,000 مرشح للتنافس على 328 مقعد من مقاعد البرلمان. خلال الأسبوع الماضي شهدت عدد من المدن والمحافظات العراقية مهرجانات ومؤتمرات وحملات مختلفة نظمتها أحزاب وكتل، فضلا عن شخصيات سياسية تنتمي إلى المكونات العراقية، تخللتها عمليات توزيع مواد غذائية كالعادة وهدايا عينية، مبالغ مالية تركزت خصوصا في مناطق العشوائيات والأحياء الفقيرة المصنفة ضمن خط الفقر. عمليات توزيع مواد غذائية وهدايا عينية ومبالغ مالية تركزت في هذه المناطق، في المناطق الفقيرة ومخيمات النازحين، كما نفذت الأحزاب من المكون العربي السني والكردي والشيعي حملات طالت مخيمات النازحين والمدن المدمرة، بالأخص من يدعون تمثيلهم للمكون العربي السني، ذهبت إلى المخيمات في هذا الوقت بعد تركهم لمدة 3 سنوات في العراء وفي هذه المخيمات. أجزاء من مدينة الموصل كذلك يعني شهدت توزيع مولدات كهرباء صغيرة على شريحة من المواطنين من قبل إحدى الشخصيات السياسية السنية. يبلغ سعر المولد الواحد 250 دولار، يعني ورقتين ونص كما نقول بالعراقي، ضمن ما يعرف بالعراق مولد الخمسة أمبير. وتم كذلك توزيع مواد غذائية وملابس وهدايا مختلفة شملت شريحة رجال الدين وزعماء العشائر في تلك المدن. تشير هذه التطورات إلى أن السباق الانتخابي بدأ فعليا في العراق من خلال التركيز على شريحة الفقراء وشريحة النازحين وسكان العشوائيات عبر عمليات توزيع الهدايا والمساعدات الغذائية. هذا الأمر يفتح ملف مصادر تمويل الأحزاب السياسية، ذول منين دي يجيبون هذه الأموال
ويوزعوها على هؤلاء الناس. مصدر الثراء والأموال التي يقدمونها مع كل انتخابات لكسب أصوات المواطنين، على الرغم من إقرار قانون خاص ينظم كما تدعي الحكومة والبرلمان بأن هناك قانون خاص ينظم عمل أحزاب في البلاد، إلا أنه لا يزال غير مفعل فيما يتعلق بفقرة مصادر تمويل الحزب وطرق حصوله على الأموال لتغطية نشاطاته. إذا لم تطرح أو تطرح أي من ملفات الأحزاب ومصادر تمويلها لغاية الآن، لم تطرح لغاية الآن هذه المصادر. موظفون سابقون في مفوضية الانتخابات كشفوا، وهم أشرفوا طبعا على عملية الاقتراع السابقة بالتحديد في عام 2014، عن أرقام كبيرة فيما يتعلق بحملات المرشحين الانتخابية تبدأ من 50,000 دولار وتصل حتى 2,000,000 دولار بالنسبة للأسماء البارزة والتي سبق أن تسلمت مناصب مهمة بالدولة وتنفق غالبية أموال المرشحين على المساعدات الإنسانية، كما أشرنا في العشوائيات والأهوار والمناطق الفقيرة أو المعدمة جنوب العراق ووسطه وبغداد على وجه التحديد. تتفاوت بين معروف عند العراقيين بطانيات ومدافئ نفطية وسلال غذائية، كما تشمل هبات وهدايا توزع على رجال الدين في الجوامع وفي الحسينيات، فضلا عن توزيعها على زعماء القبائل والعشائر، وتختلف قيمة ما يطلقون عليه هدية بين مبلغ مالي وهدايا ثمينة مثل قطعة سلاح مسدس كما يعني حصل في 2014 وقبلها ب 2010، كيف أن حزب الدعوة قام ب وحتى قام بتوزيع ساعات ذهب، وفي هذه الحملة كذلك هناك توزيع مثل هذه الهدايا. آخرون يذهبون إلى قطع وعود بالتعيين والتوظيف لمن ينتخبهم، ومعروف أن وزارة المالية أعلنت بأن عام 2018 ليس فيه أي تعيين بسبب الأزمة الاقتصادية. أحد المراقبين أوضح لصحيفة العربي الجديد، وهو يعني يسكن في العاصمة البلجيكية بروكسل، كان في مفوضية الانتخابات في عام 2014، قال بأن الانتخابات السابقة استنزفت من أموال الدولة الكثير، لكن لا أحد يرغب من السياسيين في فتح هذا الملف. أضاف بأن رئيس الوزراء في ذلك الحين نور المالكي سحب بما يعرف بين العراقيين بالنثرية الخاصة بمجلس الوزراء من أجل حملته الانتخابية. من أموال الدولة يتم تمويل الحملات الانتخابية. واستخدم وزير آخر مقرب من نور المالكي نفس الأمر، وأهدى 6 سيارات حديثة تم إخراجها عن الخدمة بسبب حوادث وأعطال فيها إلى رجل دين في إحدى زيارته إلى جنوب العراق، وأعرب عن اعتقاده بأن تلك السيارات أو السيارات ستعتبر من الممتلكات التالفة التي لا يسأل أو لا يسأل عنها أي أحد. هو لفت إلى أن تمويل المرشحين لحملاتهم الانتخابية يتم من خلال موارد الدولة. هذا مصدر موارد الدولة، وهذا مصدر أساسي تحديدا بالنسبة للأحزاب الكبيرة والمسيطرة على الحكومة. يعتقد بأن هناك آخرون على يعني حصلوا على التمويل الآتي من قبل دول جوار العراق وبالتحديد إيران. في المقابل تشير المعلومات إلى دعم مماثل لشخصيات أخرى من مختلف الطوائف والأحزاب، مصدرها إيران كما أشرنا، ورجال أعمال بارزين في العراق وأخرى لأحزاب تستغل وجود أحد أعضائها على رأس وزارة أو هيئة تقوم من خلاله بتمويل حملاتها أو على الأقل بسد جزء منها. القيادي في التحالف الوطني الحاكم النائب علي شكري قال كذلك في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن التلاعب بالانتخابات ونتائجها بدأ من الآن من خلال المال السياسي، ولا بد من تفعيل القانون فورا فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق، ومن أين يأتي المرشح أو الحزب بهذه الأموال الضخمة. أشار إلى أن المال السياسي يأتي من خارج العراق بمبالغ كبيرة، وبالتالي هو من يتحكم
بالانتخابات، وأضاف يجب أن نعرف مصدر هذه الأموال. وهيئة النزاهة أطلقت أخيرا كما يقول لجنة لمراقبة الموضوع، ولفت إلى أن الأحزاب والمرشحين إما ينفقون من موازنة الدولة على أنفسهم ودعاياتهم الانتخابية أو من خارج الحدود. بعض المراقبين والخبراء في الشأن السياسي العراقي مثل عبد الحميد السعدي قال يعني عرب عن اعتقاده بأن جميع الأحزاب السياسية تملك مصادر تمويل غير نظيفة، وصفها بأنها مصادر تمويل غير نظيفة، ولفت إلى أنه من غير المعقول أن يمول الحزب نفسه من الاشتراك الشهري لأعضائه الذين لا يتجاوز عددهم في أفضل الأحوال 10,000 عضو بواقع 1,000 دينار في الشهر، يعني أقل من دولار. ورأى أنه يوجد أو توجد مصادر عدة لهم، الأول من الخارج والثاني من الفساد الحكومي، باعتبار أن الأحزاب هي من تسيطر على مفاصل الدولة في العراق. ووصف الملف بأنه إرث الولايات المتحدة في العراق بعد الاحتلال، ولا توجد طريقة أو قوة يمكنها وقف تمويل الأحزاب من الخارج أو من أموال المواطن العراقي. إذن مصادر تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في العراق والكتل والشخصيات إما تكون من خزينة الدولة وإما تكون من الخارج، وما يعني كسبه النائب أو الوزير أو السياسي خلال فترة توليه للمنصب من خلال صفقات فساد، فهذا يعني يؤدي إلى عملية أو حملة انتخابية من خلال توزيع على البطانيات، رجعت العادة القديمة بتوزيع واستغلال الفقراء، توزيع البطانيات وتوزيع الصوبات على المواطنين. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع من مصادر التمويل وإلى كيفية استغلال المرشح السياسي للفقراء في العراق من خلال إعطائهم أشياء بسيطة من أجل أن ينتخبوا. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ أنت بالبداية مصادر التمويل ذكرتها المال السياسي، هذا مو مال سياسي، هذا مال مسروق. نعم. يشهد الله أحد يمينين كلهم جوي حفاي، كلهم جوي حفاي عايشين على الإحانات اللي كانت تعطيهم الدول اللي استحمرت العراق، اللي احتلت العراق، خلي نكون صريحين وصادقين. ما حد كان اكو ربع دينار بجيبه، زين الخير بيهم كان جوعي، يشتي من هذا ومن ذاك. اما مال سياسي ومال اقتصادي ومال اجتماعي ومال ديني، لا، هم كلهم حراميه، حتى مراجعهم وحتى من يدعي انه باسم الدين جاي يسوي لي يضحك براس العالم، لابس لي عمامه سودا ولا بيضه ولا غطره ولا ما ادري شنو كفيه، والله شنو لا اريكم الا مره ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. نعم. الو. معك، اسمعك ابو عمر. فيا سيدي العزيز، هؤلاء سرقوا المال، يعني انت بالفترات السابقه كانت تصرف مليار دولار. هذا المليار دولار تصرف على ماذا؟ اول دعايه بالاعلام، شراء ذمم من القنوات الاعلاميه بالملايين، يدفع 10 مليون 20 مليون 30 مليون لحد هاي القنوات الاعلاميه على شنو عايشه؟ زين على شنو عايشه؟ على تبيع حق سجاير عريس؟ على شنو عايشه؟ زين هاي شراء الزمن، واكو ما يسمونهم المثقفين والسياسيين هذول اجلكم الله المنافقين اللي يطلعون على قنوات التلفزيون يمدحون بهذا الحرامي وذاك الحرامي، يجعلوا اساس هو يجب ان يتبع، هو الذي ان يتبع. كذلك الشراء ذمم شيوخ العشائر واساتذه على اساس الجامعات وغيرها وغيرها، يقول لكم هذول احنا المستفادين من عندهم، او بعض مثل ما يقول بالمناطق اللي مسيطرين عليها العصابات مع عصابات وهالعصابات هذا. زين ادري انت اذا تبيع كرامتك وشرفك وغيرتك على مود بطانيه فانت لو تموت اشرف لك، لو تموت اشرف لك، على مود دجاجه، على مود طبقه بيض، على مود بطانيه، على مود مولده، والله انت شو مستفاد؟ شنو المستفاد من عنده؟ يعني انت يوم تساله زين هسه صار 15 سنه بصراحه استاذ
السيطرة بيد الشيعة، السياسيين الشيعة ومعممي الشيعة، أما سنة النصارى ولو اتبع مو سنة الله ورسوله. وش قدموا؟ هذول السياسيين يقولوا هذول السياسيين وش قدموا لمحافظاتهم؟ ألو أسمعك أبو عمر، ايش قدموا ذول السياسيين اللي أنت تتحدث عنهم؟ ايش قدموا لمحافظاتهم؟ كل شيء ما قدموا، ما يقدمون، ما يقدمون. هو يقول لك لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، اتبعوني أنا ربكم الأعلى. يعني هو يريد يصير ربهم بدون صورة، بصورة غير مباشرة يقولها، هو ما يقولها بصورة مباشرة، يضحك عليهم على عقولهم، يستهزئ بعقولهم. زين اكو من يدافعون، كلهم مشتركين، كلهم رجال الدين، وهذول السياسيين على اساس يسمونه باسم العصابات، هم كلهم عصابات مشتركين سويا في قتل وتدمير هذا الناس والاستخفاف بعقولهم. بس العقل من يوصل الى هذه المرحله وراء 15 سنه يصدق بهذول، هذا مو عقل بشري. الله سبحانه وتعالى وصفهم بالقران قال انهم كالانعام بل اضل سبيلا. والله الذي صادق رب العالمين في كلامه، الله لا يقطع، الله صادق، الله على حق عندما يقول كالأنعام بل أضل سبيلا. فكل من يتبعهم وكل من يركض وراهم ويمشي وراهم ينتخبهم ويطلع يسوي دعايات، أنت راح تشوفها سهلة هاي جزء مليار، مليار ونص، مليار، مين جاي بيها هاي الأموال؟ هاي الأموال مين جاي بيها؟ شنو منو بيهم؟ كلهم حفاي وجوعانين كانوا من الجوين. تعال اسألوا، طلع واحد ما بجيب اسمه قبل كم سنة، ها؟ سألوه قالوا له أنت مينك 18 مليار أموال؟ مينك 18 مليار؟ نعم. قال والله أبويا كان ملاك، أدري أبوك، ولك أبوك كان يملك 6 محافظات باحة، 7 محافظات باحة، على مود ملاك 18 مليار أنت بايد من الدولة وتبيع شرفه براس الناس. نعم ثلاثة تعرفوا كلكم، تعرفوا كل زين، زين كلكم تعرفوا يا ناس يا عالم، مو بس هذا نوري، روحوا شوفوا الأموال المسروقة، روحوا بحث. نعم أبو عمر من السليماني كلام معنا، شكرا لك. طبعا النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني يقول بأن بطاقات الناخبين تباع في الأنبار ب50,000 دينار، 50,000 دينار يعني يعني تقريبا 40 دولار إذا مو أقل. السلماني قال إن هناك عمليات بيع وشراء لبطاقات انتخابية غير محدثة من قبل جهات متنفذة في المحافظة، وهو لم يذكر الجهات التي تقف وراء هذا الموضوع قبل أن يستكمل، أو قال بأن هنا قال إلا أنه لم يذكر الجهات التي تقف وراء هذا الموضوع قبل أن يستكمل كافة أو يستكمل كافة الأدلة بحسب قوله. محافظ بابل صادق السلطاني يعني قال بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في مجلس المحافظة مشروط بعودة العائلات النازحة إلى منازلها، وأضاف أنه حتى لو عادت تلك العائلات فإن استقرارها يتطلب تأمين جميع المستلزمات من بنى تحتية وموارد اقتصادية، وأشار إلى تنفيذ هذه المشاريع يحتاج إلى مزيد من الوقت. إذا ما كنت صار ناخذ مقتطف محافظ بابل صادق السلطاني. أبو أيمن من عمان، تفضل أبو أيمن. حبيبي تحياتي عمر. حياك الله. كيفك يا أبوي؟ اهلا بك حبيبي. خلينا ابدا بالمثل الشعبي عندنا، بقول لك اه يا زمان الشقلبه وش سويت، واحنا فعلا بزمان الشقلبه. اما بالنسبه لتمويل هذه الانتخابات فخطيه، هذول النواب والهاي ما بقى عندهم فلوس. نعم. فيا ريت نلم لهم لمه حتى يمولوا انتخاباتهم. نعم. حقيقه المال السياسي اللي بيجي من ايران وبنعطى لكل واحد المبلغ اللي بده اياه، لانه هاي اصلا كلها فلوس الشعب العراقي اللي بسرقها، بسرقها ايران من نفط العراق، فبترجع لهم اياها على شكل تدفع لهم اياها لهم مباشره لهذول السراق. فيا سيدي الانتخابات راح تصير بطريقه او باخرى، بس الاشي اللي انا واثق منه انه لم تعد هذه الامور تنطلي على خلينا نقول أجهل الناس في العراق. أنا آسف مو قصدي يعني أنه أذم أهل العراق، بس في ناس بعدهم خطية عنياتهم حتى هذول ما قامت تنطل عليهم. يكفي أنهم زرعوا بالعراق الجوع من أقصاه إلى أقصاه، ولا تقول لي أنه هذول كلهم شيعة
وساعد اولادهم بالجنوب، بالعكس. نعم. كل مالهم عم بيزيدوا بجوع اهل الجنوب قبل ما يجوع اهل الشمال. نعم. انا حابب انك تناقشني اذا في عندك اي شيء تساله. أنا أشكرك أبو أيمن من عمان كان معنا. نأخذ كلمة محافظ بابر صادق السلطاني. تحرير الموصل اليوم صار أكثر من شهرين ثلاثة، المناطق المحررة في الأنبار صلاح الدين في كثير من مناطق العراق صار لها أكثر من سنة مر على عمرها، ولا زالت عوائل. اليوم احنا في بابل عندنا أكثر من 12,000 عائلة لا زالت موجودة في بابل من باقي المحافظات. هذه يحتاج لها وقت، يحتاج لها إلى مستلزمات، يحتاج لها إلى تخصيصات. نعم، استمعنا إلى هذه الكلمة. طبعا كذلك عضو مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي قال بأن عملية إعالة النازحين بشكل كامل متعذر في الوقت الحالي بسبب عدم التزام الحكومة في بغداد بإعمار المناطق المستعاد السيطرة عليها، بالرغم من تخصيص صندوق للبدء بعملية إعادة الإعمار. نأخذ كلمة عضو مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي. التي حسب تفسير المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة بإجراء الانتخابات في 12/5/2018. الإلزامات الأخرى هي ممكن أن تحقق قدر المستطاع، لكن قضية إرجاع النازحين بشكل كامل يعني تكون متعذرة في هذا بسبب في هذا الظرف، بسبب عدم التزام الحكومة المركزية بإعمار المناطق المحررة. نعم، معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هاي الانتخابات هي لعبة رخيصة من عندهم، يعني يجون يشترون الناس، والناس عرفت يعني عرفت اعمالهم وسيئاتهم. نعم. يعني تصور قشمرهم بطانيه او جنطه او علاقه او اي شيء، هم دول هم رخيصين، يعني هم دول قمه الرخص، يعني يعرفون الشعب ما يريدهم، يعني شنو يضحكون عليهم ما اعرف. نعم. زين، مصادر تمويل من فلوس الدولة، يعني السرقة سرقتين يأخذ من خزينة الدولة حتى يمول الحملة الانتخابية، وبالحملة الانتخابية يتم كذلك يعني سرقة أموال، يعني مثلا هو يأخذ من خزينة الدولة ملايين وينفق منها يعني القليل حتى يوزع على كم واحد بطانيات وصوبات إلى آخره، يعني سرقتين من مصدر التمويل وأثناء الحملة الانتخابية. أخي مصر، هم دول رخيصين، هم دول الخاص، لا عندهم لا كرامة لا شرف لا دين، هم يعني الرخيص يستوي، بس هو الشعب لازم يعني يأخذ حقه، يعني لازم يأخذ حقه ويعرف مصيره وين. الشعب يظل ساكت بعد، يعني أقول يا رحمن يا رحيم على البلد. نعم. فهم دول هم الخاص، عمرهم يظنون رخيصين. أبو حسن من بغداد. طبعا مواطنون طالبوا تحالف القوى بالعمل على إعادة النازحين، خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. أشاروا إلى أنهم عدوا عودتهم ستعكس الوجود في البرلمان الذي قد يشكل أقلية مقارنة بالقوى الأخرى. نأخذ هذا المقتطف. سوف يضع رئيس الوزراء بحرج أمام رؤية تحالف القوى السنية الذي قد يشترط على رئيس الوزراء أنه يمنحه دورة ثانية إذ ما نفذ هذه القرارات والشروط، وإن لم تنفذ هذه الشروط أعتقد أنه تحالف القوى السنية أو بالتحديد الطرف السني سوف يكون الخاسر الأكبر في المعادلة، لأن أغلب النازحين هم من هذه الطائفة. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد الله يخليك، اترك لي التلفزيون. نعم أستاذ عمر. نعم. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وزعوا يومكم الجماعة، وزعوا يومكم بطانيات شيلوا بعد؟ لا حاليا ما وزعوا بطانيات. احنا شلتوا بالبطانيات، احنا نريد حكومة شريفة، إنقاذ وطني تنقذ هذا الشعب العراقي.
احنا ما تفيدنا هاي بعد هاي العصابات والحاكمة العراق هاي والاحزاب والتكتلات ما تخدمنا ولا تخدم الشعب العراقي. يعني احنا يعني العراق بعد ما ينبحث عليه. يعني انت شنو استفادوا من عند اهل الجنوب؟ شنو استفادوا منا مثلا السني؟ استفاد منا الاكراد؟ الوجوه نفس الوجوه هاي ما تخدم الشعب العراقي لانه جاي يشتغلون كله ضد الشعب العراقي. على مصالحهم عوائلهم برا ولدهم برا ايهم من ولدهم واحد استشهد وقال هذا ابن فلان استشهد على الساتر. نعم. وهاي الشغلة اللي الدواعش ما كلها شماعة هي دواعش دواعشهم جابوهم على مود يدمرون الشعب العراقي بالكامل سنة وشيعة وكل هاي شغلة مفهومة ونكشفها. فاحنا نطالب حكومة انقاذ وطني ونطالب نعم. مجلس الأمين حقوق الإنسان الدولية هذول مجرمين حرب أجرم من الشعب العراقي. نعم. نريد جيش نظامي مواليد طلب مواليد مثل قبال مراكز تدريب الجيش يلزم الحدود يعني الشرطة تلزم الداخل يا أخي عصابات وكل عصابة مسوية سجن أمريده والشعب يدورون انتخابات الشعب العراقي مو كلها سب السجون نعم. مو كلها معتقلات مو كليتها خارج البلد واللي مهجرين داخل البلد أي انتخابات هاي يصير انتخابات فاشلة. وأنا أشكر الشيخ جواد الخالصي اللي أفتى حرم الانتخابات نعم. والشيخ مقداد من محافظة الحلة أنا أشكره حرم الانتخابات. نعم أبو أحمد يعني يا أخي ما يصير هذا ضحت على السجون الأستاذ عمر. نعم أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك ولكادر القناه. اهلا وسهلا. وللشعب العراقي الشريف. استاذ احنا صارت الشيء المعتاد عليه في الانتخابات في جميع العالم هي اكثريتها ديمقراطيه، يعني حتى امريكا كان بها نوع من التزوير. فكيف احنا بالنسبه للانتخابات في العراق؟ يعني الانتخابات اللي موجوده في العراق اصبحت تمول من ايران لتنظم الانتخابات في العراق، وتقوم بعمليه تقديم المساعدات الفنيه والتمويل من العراقيين نفسهم. لهذا العراقي يعني اصبح مسلوب الاراده، لا يستطيع انه يتصرف ضد الحكومه لانه اصبح شعب ضعيف، شعب انه احنا انضحك علينا فاحنا يعني ما نقدر نسوي تغيير. تمام. غير يتعظ يعني غير يتعظ من 14 سنه. والله اشو ما متعظ الى هسه لانه المناطق السنيه مغلوب عليها فقر وتشرد و قاعدين في مخيمات كلها تحت الأمطار وتحت البرد. المرزعية النجف همها هو صعود تيارات شيعية على الأحزاب. إيران تدخلت في تنظيم الانتخابات
تدمير المناطق السنية على يعني بشكل واضح، يعني واضح أصبح العراقي بحاجة إلى عودة. يعني يقول لك إنه أنا يمكن أنتزع بالبطاقة أو أنتزع بالطبا هون شعبية من الاتفاقات، لأن ما تقدر تسوي تغيير. فهو الغرق الغرق مالتنا إحنا، لأن إحنا ما عندنا أي تنوير ولا أي يعني مثلا قيادة تقوم بعملية حق المواطن العراقي على كيفية الانتخابات وعلى كيفية زين. أم عبد الله يعني بالنسبة إذا تحدثنا عن النازحين، يعني هو نازح قاعد بالخيمة ويجي البرلماني أو المرشح يعطي بطانية أو صوبة أو مولدة، زين غير المفروض يرجع البيئة يحث الحكومة على إرجاع هؤلاء الناس إلى منازلهم حتى يروحون ينتخبونه. لو يطلع من الخيمة يروح لمركز الاقتراع حتى ينتخبه. أستاذ إحنا مت قسم من المحافظات الجنوبية والمحافظات الغربية، إنه كل مسؤول مثلا يجيك كانت يستقبل فلوس يحفظ العقاب ويستقبل الإدارة وما أدري إيش، فهذا يعني أيضاً هي مبادرة جد للشعب العراقي. بس إذا كلام الصغير يقول إنه حتى إذا يروحون للانتخابات إحنا فايزين، فهذا يعني إحنا لعد يعني ما حصلنا شيء ولا سويت تغيير، راح يفضل مدمر. فلينا كعراقيين، فإحنا العراقيين المفروض إنه جالسين، إذا هم صح هم جالسين قائمين على مصلحة الشعب العراقي، لازم ينورون، لازم يوجهون العراق يقول لا تنتخب أو لا تروح. كل الشكر إنه عدد رجال الدين الصغار هم اللي قالوا. نعم أم عبد الله، شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا المرجع الديني فاضل المالكي دعا إلى وجوب مقاطعة الانتخابات وحرم دخول المراكز الانتخابية لشطب استمارة التصويت. قال مكتب المرجع المالكي إنه نظرا لفقدان الانتخابات القادمة لشروط الشرعية وعدم تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضيتها، فإن المرجع أفتى بوجوب مقاطعة هذه الانتخابات بل وحرمة الحضور في مراكزها ولو لشطب الاستمارة. وأشار بأن المرجع المالكي بيّن سبب الفتوى بقيام عصابات ستتخذ من ذلك الحضور غطاء لتزويرها، وبذلك يكون الحضور إلى الانتخابات سببا في تمكينهم من القيام بأعمالهم وتزوير الأصوات بحسب قوله. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك للقناة. حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أستاذ عمر، هو بالأساس أكثرية النواب كان خيرهم حتى ما يملك إيجار بيت. نعم. هسه خزينة الدولة خزينة دولة العراق كلها مخصصة للأحزاب الدينية وللمذهب، ومثل ما تعرف حضرتك مخصصات مذهب الشيعي 200 مليار. نعم. بالإضافة للي تقدمه إيران للسياسيين والأحزاب الشيعية، وكل اللي يطلبوه منهم هو أن ما يتصرفون أي تصرف إلا بموافقة إيران. كل نعم. المواطنين رقضوا للانتخابات اللي رشحوا نفسهم فازا، ولكنه النتيجة شنو؟ من استلم الكرسي نسى كل شيء. بس أريد أسأل النواب السنة شنو اللي يقدمون للمحافظات السنية؟ وكل الناس شافوا شلون قاموا هسه بالفترة الأخيرة يتوسلون بالأحزاب الشيعية والكتل الشيعية حتى يتحالفون وياهم. وبالمناسبة أريد بس أسأل النائب أحمد السلماني شنو اللي قدمت المحافظة الأنبار من استلمت منصبك بمجلس النواب إلى هسه؟ شنو اللي قدمت للمحافظة؟ رجعت أحد من النازحين؟ سويت لكم شارع بخير؟ بنيت لكم فشي يفيد المواطن؟ وزعتوا نفط؟ وزعتوا غاز؟ أكو بنزين؟ أكو مواد غذائية؟ شنو اللي قدمتوا؟ بس سؤال أريد أوجه له إياه. والله ما على أساس. نعم أبو ناصر. على كل حال. نعم أبو ناصر. وغيره مو بس هو هذا، بالإضافة للمرجعية. نعم. اللي طلع واحد البارحة من المرجعية الشيعية، مرجعية السيستاني، يحث المواطنين للمشاركة بالانتخابات، وهم كل زيان أستاذ عمر، يعني كل زيان يعرفون بهم فازين. طيب هذا نعم. على شنو يدل؟ ماكو غير يدل على إن المرجعية هي اللي ترعى الفازين وتوافق على استمرار الفساد.
والدليل اكثر الشيعه طلعت بالفتره الاخيره تحمل المرجعيه كل اللي جرى بالعراق من 2003 الى هسه. وطلعوا بالفتره الاخيره بهاي الانتخابات هسه اللي يردون يجروها هوايه مراجع طلعوا من الشيعه وحرموا المشاركه بالانتخابات. على كل الشعب والله المفروض على كل الشعب مقاطعه الانتخابات وبالاخص المحافظات السنيه. وبذل كل جهودهم لطرد الميليشيات هاي المجرمه اللي تنتشر في المحافظات السنيه. واعتقد لحد البارحه اكو خبر اني سمعته ميليشيات تهدد 15 عائله بدياله بقضاء المقداديه، ترك دورهم والرحيل. نعم طيب منو طلع من النواب وقال ليش هذا اللي يصير؟ وشنو معنى بس نريد نفهم شنو معنى بقاء الميليشيات الشيعيه في المناطق السنيه؟ شنو اللي يردوه؟ بس نريد نفتهم، مو تقولون احنا حررنا المناطق هاي، يا بحررتوها، هم نقول ما يخالف نقول جزاكم الله الف خير. يطلعوا خلي الناس تشوف دربها، يطلعوا خلي الناس تعيش. يعني انتم هسه تقولون حررنا وطبيتوا جوا، انا واحد من الناس الله وكيلك باقى وكل اساس بيدي. اقسم بالله العظيم انا البارحه خابروني وحق لا اله الا الله بطانية. نعم ابو ناصر، انا اشكرك ابو ناصر. معنا اتصال ابو احمد من بابل. ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو أحمد. إبراهيم النبي الله إبراهيم عليه السلام حينما نادى رب العالمين قال يا إبراهيم ابن لي بيتك. نعم. فنال المقدس قال يا إبراهيم ابن لي بيتك بناء الكعبة. قال يا إبراهيم ابن لي بيتك بفضل المؤمن. لا المؤمن جوعان. وما عنده ما هو شلون يجي يصلي يا ابراهيم ابن لي بكر في قلب المؤمن. السياسيين اللي انتم تجون بوقت الانتخابات تردون العراقيين من كل الطوائف الانتخابات. ماذا قدمتوا غير المماطلات وتشويه السمعات بيناتكم؟ احنا نريد من اللي ننتخب الشعب العراقي يقف تغيير الوجوه الفاسده والليلة تغيير للديمقراطية والانتخابات. نطالب الشعب العراقي تغيير اللي مشبوهين بالفساد وليس تغيير الديمقراطية. الديمقراطية هاي تبقى إلى الأبد إن شاء الله. ونرأى من السياسيين شفناهم في هاي الفترة الأربع سنوات وعرفنا اللي يكره من اللي يحب بالإعلاميين اللي يطلعون يهاجمون الحشد الشعبي كلهم. ما شفنا من مجلس النواب رجل جاهد مثل الرجل هذا العامري. نعم زين ابو احمد، اريد اقول لك يعني مصادر التمويل البرلماني السياسي مين لملايين حتى يمول الحملة الانتخابية؟ منين دي يجيب هاي الفلوس؟ الو اسمعك ابو احمد تسمعني؟ هاي المصدر الفلوس يعني هو كل نائب هو راتب 12 مليون فقادرين عن تمويل الحملة مالتهم. هاي موجودة في كل الدول مو موجودة بس بالعراق. هاي من سهولة هاي. بس اريد الرجل الصادق من يطلع يوصل الى سلم السلطة ان يراقب كل الشعب العراقي ما يفرق بين اسود وابيض. ولا يحالف دولة ضد دولة من الدول الجوار. نعم. نعم ابو احمد من بابل كان معنا. معنا اتصال محمود من بغداد. محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عين أستاذ؟ أهلا وسهلا بك حبيبي. موضوع الحلقة اليوم مصادر التمويل للحملات نعم. الانتخابية. نعم. ليش تخلطون الأوراق؟ يعني الباقو تردون من عنده يصرفون؟ ترى ما يصير. هل سيفوقون بوب جديد للحملة الانتخابية أبوية؟ نعم. بالاضافه الى ماده تعطيهم اياه الدول اللي هو اساسا هاي الدول سارقت من العراق. مثلا عندك على سبيل المثال ابو مجلس النواب سليم الجبوري. الو نعم اسمعك محمود. اي عيوني. فهذا ارتباطه اساسا هو كحزب اسلامي حزب الاخوان المسلمين هم دول اساسا شكلتهم بريطانيا قبل احنا زمان قبل كنا نسميهم حزب الشواكه اشاره الى السفاره البريطانيه وجودها بالشواكه. كانوا كل تعريباتهم وتمويلهم وكل امورهم
من خلال السفارة البريطانية. فيا أخي مثل ما قلت لك في البداية، التمويل الخارجي هو من المال المسروق العراقي، أما بالنسبة للأموال اللي عندهم هم اللي سرقوها، هذه خاصة ما خلفوهم، ما يصرفون من عندها على انتخابات أبويا. نعم. فهاي أما وضعية الانتخابات مثل ما قلنا مسبقا هي ترى نتائجها واضحة ومعينين فلان هنا، بدليل الائتلاف اللي صار ويا العبادي، ثاني يوم انسحبوا. نعم. بعد ما أثبت يعني خلوا يحصلون شرعية من العبادي كونهم راح يستمرون بالانتخابات. نعم. وسحبوا نفسهم. ليش انسحبوا؟ انسحبوا لأن صار اختلاف بال هذا إلي هذا إلك، ما اتفقوا على التقسيم أبويا وانسحبوا. ما تلقى لك واحد بيهم يعني البارحة طلعوا قائمة باللي ما عندهم شهادة أكثر من شهادة الإعدادية، 60-70 واحد ما أدري ايش قد أنور الحمداني. يعني ايش تترجى من هيجي شخصيات يا أبويا؟ ايش تترجى منهم؟ انتخاباتهم هيك منتهية، من هسه مخصصة المقاعد ومعترفين على هذا هذا وهذا هذا، هالمقعد وذاك المقعد وهذا، ولا خير للشعب ما وراهم. نعم. بالمناسبة اكو فد شغلة ارد اكد عليها، ما شغلة الشوربة خانة، هذه ضروري انحث العالم من باب التكافل الاجتماعي يروحون، حتى استشرك الفطرة بعد رمضان غير شغلات يجوز نعطيها الهل يعني توفي اذا اعطيناها للشوربخانه. ما افتهمت عليك، شنو الشوربخانه؟ ها يعني اكو مشروع مع الشوربخانه شباب بالاعظميه مسوين مثل ما تقول مطبخ يوزعون به ريوق وغدا للعوائل النازحه الموجوده بالاعظميه. نعم. فشنو المانعاني الفطره مع رمضان مثلا انطيها؟ اذا دا ازوج ابني المصاريف مال الزواج مالته انطيها لهم، مو احسن ما اجيب جوارين وقرايبي الشبعانين ياكلون اعطيها للناس دول من باب التكافل الاجتماعي. نعم. حلو، فكره جيده، فكره جيده. انا اشكرك. نعم، أنا أشكرك محمود من بغداد. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول مبروك من الإمارات على الرغم من إقرار قانون خاص ينظم عمل الأحزاب في البلاد، إلا أنه لا يزال غير مفعل فيما يتعلق بفقرة مصادر تمويل الحزب وطرق حصوله على الأموال لتغطية نشاطاته، إذ لم تطرح أي من ملفات الأحزاب ومصادر تمويلها لغاية الآن. هذه التوزيعات من أموال الفساد والمحسوبية، لذلك الشعب يجب أن يثور على هذه الأحزاب وحملاتها للتسلط والنفوذ والتعارك على الكراسي. هذه الأموال أخي عمر تأتي من الفساد والمحسوبية، ومصادرها إيران لأنها تدعم هؤلاء المحسوبين لها. في رسالة أخرى يقول يعني مو كافي العراقي يضحكون يظلون يضحكون عليه وهو مصدق يروح ينتخب عبالة راح يصير تغيير، كل الأحزاب حرامية وميليشيات. بنت بغداد تقول اهتمام السياسيين بالفقراء والمعدومين يدل على كثرة عدد هؤلاء الفقراء والمعدمين من الشعب العراقي بعد أن كان لا يوجد جاع في العراق. تقول ولماذا كل هؤلاء المعدمين؟ لأنها نتيجة لسرقة أموال العراق من قبل هذه الطغمة الحاكمة والذين تسببوا بفقر وتهجير الشعب والآن استمالتهم لكسب الأصوات. في رسالة أخرى يقول المرجع السيد علي الحسن البغدادي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات ويحرم الاشتراك فيها. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامي، برأيك مصادر التمويل اللي تحدثنا عنها وتحدث عنها
يعني موظفين في المفوضية العليا السابقة بأن أغلب مصادر التمويل إما تأتي من دول كإيران بالدرجة الأولى وإما تؤخذ من خزينة الدولة. أستاذ عمر صراحة تعرف أنت هؤلاء البرلمانيين يعني مثل ما قالت خالد الكلامي إنه إحنا كنا مستفادين فهذول بنوا هاي المسألة من أخذوا العقود هاي وكذا هي قالت إحنا هاي الكعكة واشتركنا فيها وكنا مستفادين فهاي الأموال إذا تجي من إيران خير ونعمة إذا تجي من السعودية خير ونعمة وإحنا نتحدث على عن إيران واحد طبعاً هو حزب البعاث واحد يقول الحزب الشيوعي وكذا إحنا نتحدث على طبقة حاكمة موجودة في المنطقة الخضراء وهي هؤلاء النواب سنة وشيعة ولهم فروع وجوانب والله أنا ما كنت أصلاً خاف بس كم من سمعت أبو أحمد يقرا على مجتمعات العراقية والله يعني دمعة عيني يعني قلت يا اخي الظاهر هذا خطيه ما عنده ولا واحد ميت من اهله بالثمانينات يعني بس اقول له ابو احمد يا اخي الله يبارك فيك والله يعطيك العافيه بس بكره اقول له يا اخي من قال الامام قال صلح الامام قال حرب اكو شيء الشيء الاول اتصور هذا الامام اللي على اساس كان بالعراق 15 سنه اكل من ثروات العراق وبعدين الأمم المتحدة تقول له عم وقف الحرب 2001 2002 مرات زين قتل الإيرانيين الشباب الإيرانيين وقتل الشباب العراقيين ما ورد ما وقف إنسان راح السن بعدين ووقف الحرب هاي شغلة معناته لا إن شاء الله نعم مش يعولهم يقتلون صراحة يعني المسألة الثانية يا أخي العزيز المسألة الثانية بالنسبة لهذا يعني خلاص هاي التهمة حاكمة وكذا أنا أقول لك يا أخي وأنا أعتذر يعني ها راح تيجي سنوات عجاف وسنوات يعني إلى درجة راح الوجوه الجديدة اللي تيجي هذول باقين شنا ما بيننا باقين راح تيجي تهمة أخرى على أساس مجرب لا يجرب عدل جدا الحكيم سواء الحكمة هو نفسه زين على أساس يبقي جهاد أجداده وكذا وجهه خرب المنطقه كلها بالسرقه والنهب واخذ الكرامه. هذا المالك يوم جايب له عباس البياتي وغيره ورفعه وكذا وهاي وهم ماتين على اساس وجهه جديد. هذول كلهم يا اخي لا يصلحون وهذا هاي مساله هم يضحكون على الشعب على اساس الديمقراطيه وكذا. شوف هذول خطيه اللي كانوا يعطوا خطابات بسحب التحرير. نعم نعم سامي من بغداد كان معنا شكرا لك. نقرأ آخر رسالة في الواتساب. أبو حسام من بغداد يقول ليعلم الشعب بأن مجموع رواتب النواب أكثر من 81 مليار دينار عراقي فقط رواتب بدون أي مخصصات وكلها من أموالك أخي المواطن. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.